أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. أشرب شي الشاي أنا كنت عارفان هذا البيت بيوم من الأيام راح يصير بيتي يا أخي. عارفان والله مبينتو شي ناهي. أبو عبادة إيش عم تعملي؟ أبو عبادة ممتاز إنك اللي جيت. في اليوم عنا اجتماع خطير للعيلة وكنا كلياتنا عم نستناك. روح على الصالون اللي حقتك أنا. اجتماع خطير؟ وش هالاجتماع هاد بالله؟ هلا أنت روح وبعدين تفهمي على كتية الغلبة هاي. إيه إذا هيك بروح. حلو وهي كل مجتمع هون كمان. الله يعطينا خيركم. والله أنتوا الواحد ما بتطملكم منوب. وهي بركة. يا ميت أهلين وسهلين. بما انه كلياتكم مجتمعين هون وما بدي تم ساعة اشتغلكم حتى يجي كل واحد بحاله، انا محضرت لكم مفاجأة كتير حلوة. احزروا ايش هي؟ مفاجأة؟ الله يستر. يعني شايفتين البيت الجديد ومع عبادة بدك تفجري فينا شي قنبلة نووية يعني؟ كتير مهضوم انت عبادة على فكرة، كتير مهضوم. اسمعوا، هلا بما انه نحن انتقلنا على بيت جديد وصلنا يومين ومثل ما انكم شايفين نحن ما حركنا ساكن طاول، يعني ما عملنا شي طاول، فاليوم الكل راح يساعدني تنظيف البيت، سمعانين؟ او ماي جاد سمعانين يا اولاد؟ سمعانين امكم ايش قالت؟ يعني امكم ما بدها تشتغل كل شيء لحالها، بتساعدوها كلياتكم، وانت يا عباده، بس قولي لي، اللي ما بساعدك قولي لي عليه، شوف ايش راح اعمل لك فيه، عباده بتساعد امك ثم امك، اوعى تفرك طاول يعني، لو وقت ما انا انزلت تحت شوي على الكافيه اروح اشرب لي فنجان قهوه تكون خلصتوه. هو بس طوب وقف عندك، عشان تحكي انت يا تنظيف ما تنظيف. انا جديد على المنطقه هون، بدي اطلع لبرا اتمشى بالشوارع اتعرف على الحارات والشوارع كلياتهم، ما خرج اساعد حدا بشي طويل، خلي بنتك تساعدك. ايه خلصتوا انتوا بيا حكي؟ خلصتوا؟ امبارحكم رح تنفذوا مالكم نافذين طويل، في عندنا السداج مين رح ينشر لنا اياه؟ في عندنا البرادي مين رح يعلم لنا اياه؟ يا رجال البيت ولا نروح نجيب رجال من برا؟ طبعا نحن رجال كمان، رجال وهي شغلتنا. صح معك حق، يخرب بيتها من حالها حرجتني. عرفت شلون تستحكمنا؟ استحكمتك لك، انا الي رح تستحكمني، لانه اللي عندي قلته وكلامي ما رح احتاج عنه طول، ما رح انظف يعني ما رح انظف. الله شوف انت حقك تعترض يعني حقك طبيعي، ما حدا بحسن يقول شيء الا عندي، لانه انا عندي ما في راي مهون طول غير رايي، بدك تنظف يعني بدك تنظف. طبعا امي كلامي درج، انا برايي يا باخي نبلش من هلا عشان لحن خلص على بكير. ايه كلام من الاول؟ ضروري تصير هلا عقيد ابو شهاب؟ صح عم بحكي، كان ضروري تصير هلا عقيد، فهمتوا شو كنتوا تعملوا؟ تنظيف السجاده وتعليق البرادي، هون خلصنا منكم، مرتفعت هلا لعند ست الحسن والجمال خدوش خانهم، يلا حبيبتي بتقومي بتشمريني على ايديكي هيك وبتقومي بتقلطي لي البيت كلياته، اول شيء حمامات، بدي اياهم قبل ما عم تروجك يلا. بدك الحمامات قبل ما عم تروجي امي؟ بدك يعني الفط لك البيت كلياته لحالي؟ بعدين الاستاذ مجوده كانه هلا ما شغلتي بشي كلياتنا شغلتينا الا هو، ايش بده يشتغل هو يعني؟ وانا كمان امي بدي اشتغل معه ليش؟ طبعا لا، مجوده ما راح يعمل شي طاول، مجوده راح يتم بيك عم بلعب بالتليفون جاكارا بام كرش. يخرب بيت حظك، لك انا ابوك ما اخذت اللي اخذته انت، يخرب بيتك من حقك، مدللتك دلال على الاخير، انت شايف دلال كثير يا ولد. دللي كمان امي دللي، اشوف وين بدنا نوصل. على كل الاحوال ما بدي اعمل شيء طويل، لانه انا كنت ناوي اتعرف على جاراتي بناي كلياتهم، بلكي بتعرفي على كم جاره جديده. ايه لا حق ضروري كثير انك تطلعي تنمي علاقات مع الناس، تعرفي على جارات جدد، هذا شيء كثير ضروري يعني حقك. وين بابوجي وحطيته؟ امي انا عم بقول رح ابلش تنظيف بالحمام الاولى عشان اخلص على بكير، انت بس اذا بدك شيء بس اندهيلي. ايه يلا خفيني ايدك بسرعة، وانتو كمان يلا كل واحد يقوم على شغلته، كلكم عرفتوا ايش بدكم تعملوا. انا بدي اخذ شوي جبوه اخذ لي غفوة 5 دقايق لانه راسي عم بوجعني، والله يطعمكم. افي وليكم لكم خلصين هسه يلا. اف بابا عين كفي معربشني لهون، اوعى تحركها يمين يسار، امسكها على السوا اذا بتشدها بقى على بعض بنكسر، بتعرف هالشي انت؟ على شو عم بتطلع بابا؟ عينك ما عاد تنشال مع الشباك طويل. ولك في بنت ضرب صاروخ بتجنن بتجنن بتجنن، احلى ب 100 مره من ام تحسين. ايه طلعي، شو ما عندها بنت؟ يعني بدك تنبسط لحالك حجينا تنسى ابنك. يخرب بيتك من حالك، بدك تفضحنا انت؟ ولك شرشبيل نايمه جوا، اذا بتحس علينا بتيجي بتشوفنا هلا، لا تطربش. قولك بلا شرشبيل بلا بطيخ، عيش حياتك وانبسط. مايسترو، اعطيني الايقاع.
الاصوات هاي مين مشغل اغاني؟ جيتكم قولي امي اجت امي اجت 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 قولي شرشبيل فائت ايش اعمل؟ ما انا عملتها تحتي وخلصت. مين كان عبر اصلا مشغل اغاني الصوت عالي اعترفوا؟ ايه انت بس لسه على السيونيك تشك هيك على السيونيك تطلع بالجنه شايف شلون؟ ايش بكم ابدا؟ مشان الصوت؟ اذا قصدك مشان صوت الاغاني كان طالع هدول جيراننا الجمله كان مشغلين اغاني صوتهم عالي كثير يفضح كبرته مش قدهم مزعجين. بس شو شفتي لهالبرادي هي؟ تصميمهم صار حلو ها؟ اوف شكله انكسر. ام عبادة دبريلي غيره هون انا ما خلص اشتغل كل شيء لحالي دبريلي غيره مباشرة ولو تكرم عيونك بتطقح بالارض انا بقوم لك هي شغلتي تكرم عيونك امي 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 عبو انا رح اطلع هاي السجادة لبرا انشر على البرندة لوقت ما يكون ابوي سوا التاني ننشره كمان نزل بقى وجد نزلي ماله محرزة يلا بابا قولي اخ يا ابن الصرامي هربت انا بفرجيك خلاص شبابي روحي نمتي قصدي خلاص ام عبادة روحي ارجعي نامي انت ونحن بنخلص كل شيء لا تكري هم وبعدين معه هاد صار له ساعة عم بينشر السجادة هي السجادة وين بيعتقد انها على راس الحارة ليك البرندة بتحطها على الحديد وتجي ايش عم بيعمل برا؟ ولك انتي انتي ايش قد عمرك؟ مرتبطة ولا سينجل؟ ولك عبادة صار فيك بس يخرب بيتك وانا عم بقول ليش تأخر كهاد وش عم بيعمل؟ اتاري الكلب مظبط وضعه 24 عم طبق بنات برا لحاله لك حتى بدون ما يقول لي انا بفرجيك يا ابن الصرامي استكترت عليها الشوفير مين؟ بابا؟ لا نانا ليش انت خليت فيها بابا يخرب بيتك من حالك ولك عم طب بهات حالك بدون ما تقول لي قولك تعال بابا تعال شوف تعال ولك اذا البنت هيك الام شلون رح تكون فستق فستق لا اذا فستق انا شكلي رح انام على البرندة اليوم اسع هيك نعم وين تنام ما تنام والسداد جوا مين بكمله قولك هلا اترك لي السداد هيك على الزيق وشوف لي هي صخري لامها خلي امها تطلع خليني اتعرف عليها يلا القصه صارت يمكن هذا ما خلص وينكم اوف الصالون فاضي وما في حدا وينه لك امي انا خلصت لك الحمام وصارت عم تعمل معي ولي ظهري ايهاب ايهاب يا عيني عليك شفتي شلون معود شكا جوا على غرفه سدرانيه بدي اياها عم تدو ضوي فهماني لبس كلياته مطبقيه بالغزانه ما شلف انا طالع بلا اشوف ابوك واخوك ايش صار معهم على البرنده اف يا الله امي حتى غرفه بدي اعملها لحالي كمان اف لا غرفه يا خدوش لا غرفه يا خدوش قولي لك ايش هالخرابه هي طالما بدكم انضف لكم هاي الزريبه رح انضف لكم اياها ودقيقتين بس هلا بتشوفيها طولي بالك يس هيك بنكون انتهينا واللي ما عجبه يجي نضفوه اكثر من هيك ما بطلع معي انا كمين كمين يا جماعة أمي جاي لعندكم شو جاي لعنا؟ قولي إيش أعمل؟ روح هنيك أنت روح روح أنا ممكن أفهم إيش صار معكم كل هاد؟ شوف يا ابني السداج دايما إذا ما انتفض ما بنضف طاولة شو بك أم عبادة؟ عم تصرخي شي عم نشتغل أبو عبادة عم تشتغل ولا عم تعمل غير شي؟ وقف لحكيك أنت وابنك ما يمتح لكم طاولة بسرعة خلصوا من إيدكم على الصالون كملوا شغلكم يلا 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 جايين جايين يلا جايين تاعوا عبادة يلا تاعوا شوف قلنا بكره بشوفكم بالساحه بالساحه ها مو بالساحه قدو جينا ساعه خاصين بدنا نكمل لا ما بصدق ما بصدق هلا هي الغرفه كانت منكوته كلياتها بعشر دقائق كانت نضفتها خالصه مستحيل تقفطها بسرعه هيك اكيد دهشه شيء وين دهشتهم اكيد 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 دهشتهم يخرب بيتك خدوش والله كنت عارفه اني جايتك وينك آه يا زمن أنا بعد هالعمر أبو عبادة عسنه رمح يبرك يمسح سجاد بسيطة بسيطة يا أبو عبادة يا باطل يا باطل يلا عبادة خلصنا هات البخاخ بقى بدنا نخلص بدنا نخلص يلا جيتك جيتك كنت عم بدور عليه ما كنت عم بلاقيه ولك رقد ما بتعرف ترقد ولك رقد رقد ما بتعرف ترقد طب بش تربش قد لقيت انا ما بعرف اركض بس السداجة هي زحلقتني هلا بتشوف شلون شوف ايوه
هيك بدنا نقضي اليوم احنا زحلة او بس عيب بدنا نخلص بقى. انت فكري حالك بباي يعني بتطلع بتروح بتجي خلصنا. تعال افرجيك هلا وتعلم مني الركض شلون بصير. تعلم من ابوك اسع هيك. قولي اركبتي وقعت على ركبتي تفضل اتحفنا شلون. شوف يا ابني الواحد فينا لما بده يركض يركض بخط مستقيم. شوف ابوك وتعلم منه الركض شلون بصيرك. انا وقت كنت قدك كنت اخذ المركز الاول بالجري. تعلم وشوف شلون. قصي مين طلع ما بيعرف يركض؟ ظهري ولي اخيكم كسر ظهري ولي. بتصدق على هالوقعه اللي وقعتها والالم اللي توجعته خطرت على بالي فكره كثير حلوه لحتى نفش قهرنا بشرشبيل عالشي اللي عملته فينا كل هذا. الله بابا ما ناقصنا مصايب بلاها. ولا كلمه انت بس وتفرج. ام عباده دعي بسرعه 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 تعي. يلا اشفي 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 ظهري. قولي 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 على هالورطه هالحركه. انتم لسه قصدي نمو عباده والله كنت عارفاني. هلا صفى عنا خيار واحد بس اذا بدك تضل عايش هروب. ولك وين بدنا نهرب؟ استنى خدني معك. ايه وين بدكم تهربوا مني؟ بدكم تنطوا من الشباك يعني؟ والله اجيكم اكسركم بس احسن اهو.